ازيكم اغلى واجمل متابعين، يا رب تكونوا بخير وبافضل حال ونكون على تواصل في الخير دايما. ورجعت لكم النهارده في فيديو جديد، وان شاء الله موضوع حلقتنا النهارده تشوف مع بعض فيديو النهارده كذا طريقه نقدر ان احنا نخفف بيهم من درجه حراره جسم الطير او الطيور عموما، سواء الطيور اللي على السطح عندنا او الطيور الرائده. هنعرف مع بعض النهارده ازاي انا بقدر اخفف من عليهم درجه الحراره شويه، لان بجد درجه الحراره لا تطاق، والطيور ملحلحة بمعنى كلمة ملحلحة. يعني أنا طلعت الوقت بصراحة يعني عملت قلبان كده في السطح، وهنشوف مع بعض دلوقتي أنا عملت ايه. بس يلا بقى كده بسرعة، نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عايز لايكات كتير جدا على الفيديو، عشان بجد الفيديو ده ضروري ان هو يترفع، ومش هيترفع غير باللايك اللي انتوا هتعملوه على الفيديو. ولو كنتوا لسه هتشوفوني لأول مرة، ياريت تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصل كل جديد من عندي، وتابعوا معايا الفيديو للاخر. واللي حابب يستفسر عن اي حاجه يسيبها لي تحت في التعليقات، ويلا نشوف مع بعض انا عملت ايه للطيور، خصوصا الطيور الرائده. طبعا الطيور قدامكم كلها بتلمع، كل الطيور نظيفه، لان النهارده مسكت الطيور كلها مرشتها والله بالميه، وبقيت اكب على الطيور واشيل البط كده اهوت واغطسه في السقايه بتاعه الميه من كتر درجه الحراره، لدرجه ان الرومي وكل الطيور اهيت انا محمي الطيور كلها. بصراحه ما كانش في قدامي الا حل تاني، لان انا عندي السطح عباره عن صاج زي ما انتم شايفين كده، السور بتاعه كله ملفوف صاج، فالصاج بيحتفظ بالحراره بتاعت الجو، وكمان مش يا ريته بيحتفظ بس، لا ده بيسخن وبيزود من سخونيه المكان. فطبعا انا ما كانش ينفع ان انا اسكت، لان بصراحه كنت اخسر طيور، وكنت اخسر كمان الطيور الرائده. السطح كله عين ميه زي ما انتم شايفين، كنت مغرق السطح كله ميه بالصاج، كنت مخلي السطح كله عباره عن بحر ميه والله. مسكت الطيور حميتها، دي كانت اول حاجه. تاني حاجه جبت لهم برشام ريفو وحطيته في الميه، لانه بيقلل من درجه حراره جسمهم. حلو جدا الريفو، مش غالي، بالعكس تقريبا الشريط فيه 8 حبايات تقريبا ب7 جنيه ولا ب10 جنيه. بحط لهم كبسولتين على سقايه الميه، وكمان كان عندنا هوت قشر بطيخ طلعتهولهم يرطب على جسمهم، ياكلوه ويرطب على جسمهم. بصراحه يعني حاولت النهارده بالذات بقدر الامكان ان انا احاول ارفع من درجه حراره الطيور، لان الطيور بجد كانت ملحلحه وبتنهج بطريقه وحشه. وكمان انا كان عندي امتحان النهارده، يعني راجع من الامتحان في عز الظهر، انا نفسي راجع خلصان، وطلعت وعملت ده كله للطيور، لان برضو الطير اخرس. وبصراحة أنا كنت برا وعارف الجو عامل ازاي، ما بالكوا دول بقى اللي مطلوقين على السطح، برغم ان في اكتر من مكان يخشوا فيه ضلة، بس طبعا مش هتفيد بأي حاجة الضلة طول ما المكان سخن. تمام، تعالوا بقى كده نشوف حتى الطيور الرائدة، هشوف اوريكم انا عملت فيها ايه. يعني بصراحة شايفين البطة مستحمية اهي، محمية طلعتهم، بقول لكم حطيت البط كله الرائد كله في المية، قمت رايح جايب الميه بالبيض بتاعهم ده كله. استنى لما اجيب لكم واحده اوريكم انا عملت ايه بالظبط. دي بيضه اهي، شايفين البيضه كلها ميه، البيضه كلها ميه. مسكت البيضه وحطيتها في السقايه بتاعه الميه كده اهو، غسلتها وقمت حطيتها تاني. تمام، البيض ده قرب مقرب ان هو يطلع، قدامه كام يوم ويطلع، فطبعا احتماليه ان هو يكبس كبيره جدا، خصوصا في الجو ده. تمام، فمسكت البط الرائد كله كله، ما سبتش حاجه. بصوا اهوت نفس الكلام، مستحميه اهي، واوريكم برضو حاجه. ديت الفرخه الهندي، خرجتها طبعا تاكل اهي، خرجتها تاكل، وقمت رايح ماسك البيض بتاعها كله برضو غسله. تمام، ما تقلقوش البيض مش هيجراله اي حاجه، البيض هيبقى زي الفل ومش هيجراله اي حاجه. تمام، فزي ما قلت لكم كده البيض مش هيجراله اي حاجه، بالعكس الحركه اللي احنا بنعملها ديت احنا بنرفع من الرطوبه بتاعه البيض. احنا مادام بنرفع من الرطوبه بتاعه البيض، معنى كده ان البيض مش هيكبس مننا بامر الله، لان هو ده الحل الوحيد اللي قدامي. بصراحه ما كانش قدامي اي حلول تانيه فعلا. الجو النهارده درجة الحرارة عندنا في المنصورة جابت 49، يعني بصراحة احنا كأننا
اتحولنا البلد كانت اتحولت جوه فرن، فده اللي كان الحل الوحيد اللي قدامي، ان انا غيرت لهم طبعا الميه. بالحق الميه. هي فين الاكياس؟ الاكياس انا كنت رماهن، كنت حاطط اكياس اللي هي النايلون بتاعت اللبن دي في التلاجة، وكنت حاطط فيها ميه وحاططهم في الفريزر لحد ما اتجمدهم، وجيت في كل سقايه من دهمت اللي هي السقايات ديت حطت لهم قالب تلج او كيس من دوت، فضيته جوه الميه بتاعتهم علشان الطيور يوصل لهم ميه ساقعه، لان خدوا بالكم لو الميه سخنت في الحر ده والطيور شربت الميه سخنه، الطيور هيجي لها اجهاد حراري وهتموت. تمام. فانا بصراحه حطيت لهم تلج في الميه بصراحه، يعني الحمد لله الحمد لله عدت على خير، ربنا الحمد لله عدى معايا الدنيا على خير. انا ما كنتش عارف النهارده بصراحه، كنت عاجز بجد على اني اعمل لهم ايه، كنت يعتبر بعمل لهم كل حاجه بسبب درجه الحراره العاليه دي. يعني طبعا الطيور كلها اللي راقده عندي حميتها زي ما انا قلت لكم. بالنسبه للفراخ والروميه اللي راقده، انا جبت البيض بتاعهم كله غسلته وحطيته البيض تاني مكانه، وسبتهم شويه على السطح وهم الطيور ديت تستحمى برضه وتاكل وتشرب وتعمل حمامها، ورجعتهم على البيض بتاعهم. يعني تقريبا خليت قيمه ربع ساعه كده، بليت البيض وحطيته في مكانه، وخرجت البط بالرومي كله على السطح ياكل ويستحمى ويشرب لمده ربع ساعه، لحد ما حسيت البيضه بدات تهدى كده شويه، لاني انا اصلا لقيت الطيور كلها قايمه من على البيض من كتر الحر اللي في المكان، الطيور كلها كانت قايمه من على البيض. فمعنى ان الطيور قايمه من على البيض ما تقلقوش، هما كده مش طفشانين، هما عارفين ان هما لو رقدوا على البيض البيض هيفرقع من الحر، او الجنين هيموت جوه البيضه، فهم عارفين بصراحه هما بيعملوا ايه. يعني سبحان الله البطه بتبقى حاسه بدرجه حراره البيض، وبتبقى حاسه بالرطوبه بتاعه البيضه وبان الجنين محتاج رطوبه ولا لا، فبتقوم راحه قايمه من على البيض، يا اما بتقوم خارجه مستحميه لو المكان مفتوح بتقوم خارجه مستحميه ورجع على البيض بتاعها تاني. تمام. فهي دي بصراحة أسلم طريقة إحنا نقدر نلحق بيها الطيور بتاعتنا، يبقى نحط لهم تلج في المية، نحط لهم برشام ريبون، عندنا أي نوع خضرة نحطها لهم. تمام. لو في إمكانية إن إحنا نحمي الطيور نحميها، بس أهم حاجة الطيور الرائدة اعملوا لهم بجد زي ما أنا قلت لكم، لأن بجد هتلحقهم كارثة قبل ما تحصل، اللي هي كبس البيض، واني كمان البيض يفرقع، لان بيض الفراخ من النوع اللي بيفرقع من درجة الحرارة العالية، بيض الفراخ بالذات، لان انا مجربها اكتر من مرة، بيض الفراخ الذات درجة الحرارة العالية بتخليه يفرقع. تمام. ومعنى ان البيضة تفرقع والفرخة راقدة عليها، معنى ان خلاص الفرخة قامت من الرقد بتاعها ومعدش هترقد تاني، لان البيض هيكون باظ اللي تحت منها، مجرد ما بيضة واحدة بس تفرقع البيض هيكون كله باظ. تمام. والفرخه هيبقى ريحتها وحشه، وهتقوم قايمه طفشانه من على البيض، والمكان هيلم حشرات، وهنخش في موال كبير. فطبعا لو مش عايزين تخسرهم بجد، اعملوا الطريقه اللي انا قلت لكم عليها ديت، يعني انا عملتها عندي وبعملها عندي على طول، فاكيد مش هضر الطيور عندي. بس بالله عليكم بقى، لو انتوا لسه معايا لحد دلوقتي، يا ريت تكونوا عملتوا لايك على الفيديو، لان زي ما قلت لكم الفيديو ده ضروري جدا ان هو يترفع. ويا ريت لو حد عنده حل تاني سيبولي تحت في التعليقات، انا بقبل جميع انواع رأي اي حد هو بيقوله بصراحة، يعني انا من الناس اللي بتقبل. تمام. فاللي عنده اي حل هو بيعمله للطيور عنده في درجة الحرارة العالية اوي ديت، يا ريت يسيبهالي تحت في التعليقات، ومني انا هستفاد منه، والناس اللي هتشوف التعليق بتاعه برضه هيستفاد وهياخد ثواب عليا وعلى الناس. تمام. فربنا يسهل بجد ويعدي الايام دي على خير، ويعدي موجة الحر ده على خير بدون اي خسائر عند حد. وبس، هو ده كان فيديو النهارده. الفيديو مش طويل، الفيديو قصير، بس حبيت اعرفكم انا عملت ايه للطيور في الجو ده. ياريت بقى اللي ما اشتركش في القناة يعمل لي اشتراك ويعمل لايك على الفيديو، وما تنسوش تفعلوا جرس الاشعارات اللي جنب كلمة الاشتراك للكل، علشان يوصلكم كل جديد مني. واللي حابب يستفسر عن اي حاجة سيبها لي تحت في التعليقات، واشوفكم فيديو جديد على خير.